السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حسين جنات، وين يكشف حقائق أول مرة عن عدم نجاح العشب الطبيعي في بعض الملاعب بالجزائر. هو هدرها هدرها ماشي اليوم ماشي امس، وشاهدنا كيفاش الناس طايحين عليه في الباشات تاعو يعايروا فيه يقصروا عليه. وهذو رجال يتكلم لك للتاريخ ينصفه، ماشي انت نهار الاول تحرقوا نورمال كذبوا. انا قال عليك نهار اللي تخرج صح اخرج اعطيني الحقيقه الى صح ولا ماشي صح، هذه هي خرج تكلموا لنا الحقيقه. انا دروك يجي انا دروك نشوف الملعب، ها هو وين الملعب، شو كي راه صاري له، هاي وين راه، ها الملعب تاع خمسة جوي تاع تيزي وزو تاع وهران تاع براقي تاع، ها هو الملعب، ها هو وين راه، تشوف فيها، تشوف كي صرا له، تحسب بلي كانوا دايرين بحيرة تاع دلاع وقلعوها وقلبوا، واو لالا، هادولا هاد صوالح، هيا ردوا عليه، وين راكم؟ ردوا عليه لانتوما رجالة. هاو تقوموا تو دامرينكم رايحين دب 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 وعدي عاين فيه وعدي يسب وعدي كذب وعد من وعد من هاوليك سطات كي شباب هاوليك سطات شباب شعلي شد سطات واو لله. هو تكلم هو دار حسين جناد هذا وين تكلم على تاع قسنطينة تاع النابة حتى سمعوا له، وشو كي خرج تاع قسنطينة تاع النابة واو لله، وشو مي مغوش يسمعوا له على لي سطات الاخرين شو كي صراو، خاطش ناس عندهم معرفة مع ناس هادو دي جارديني، هادو صحاب اختصاص، ناس اختصاصيين في هذا المجال يهضروا معاهم يقولوا ها الشاليق له هما ساو ما داروا شاليق ها الشاليق، هو يمد المعلومة يقولوا راكم غالطين، يخرجوا اللي عنده اختصاص تاعو في شراء وبيع المباريات يخرج يلاقمه في حاجة مش عارفة، المهم يكذب حسين جناد. كيما نهار صرات لنا نهار اللي هدرنا مع أم عوار هدرنا مع بابا أمين قويري خرجوا له يكذبوا فينا، بصح ميت صرا صح، خرج أرواح غابني هيا قابلني قابلونا لمن الحقيقة. اليوم الحقيقة حسين جناد لمن الحقيقة لمن هيا قولوا لنا لمن تولي سمعوا معنا سمعوا. العشب الطبيعي او لنوعيه العشب الطبيعي المستعمل او لداروه في الملاعب الجديده والارضيات الان اصبحت كارثيه. انا سبق لي وين تحدثت على هذا العشب وقلت بانه ما راحش ينجح، في التلفزيون وتحدثت في الفيديوهات اللي كنت نديرهم وكتبت عليه في الاستاتوي في الصفحه تاعي في فيسبوك وقلت بان هذا العشب الطبيعي ما راحش ينجح خاصه هذا النوع من العشب الطبيعي. تلقيت كلام كثير وردود افعال كثيره وحتى من الشركه اللي خدمت هذا العشب تلقيت المهم كلام كبير. المهم عندي حوالي اشهر لا اذكر التاريخ بالضبط تلقيت مع صديقي مصطفى معزوزي سألته على ملعب حسين أي تحمد بيتيزي وزو الملعب الجديد، قلت له الأرضية تاعو كيفاش راهي دايرة، قال لي مصطفى قال لي بأن الأرضية راهي جميلة جدا وأكثر من رائعة. قلت له يا مصطفى كاين أمر، أنا نقول لك باللي هذه الأرضية ماشي راح تنجح، وقلت له في شهر جويلية أو في شهر أوت هذه الأرضية يعني بين جويلية أوت قلت له هذا العشب راح يفسد راح ينحرق، ونهار اللي تولي الأرضية صفراء نطلب منك حاجة صور لي الأرضية هذه وجيب لي الصور. هو تلقى الخبر باستغراب، ونحيي سي مصطفى معزوزي أكيد اللي راه يشوف في هذا الفيديو، تلقى الخبر هذا يعني ما صدقش، ولكن قال لي عندي وعد ليك، قال لي انت راك تقول باللي الأرضية راح تنحرق من جوية، قال لي إذا حدث هذا الأمر صح قال لي وعد مني خرج راجل نجي نديك ندخلك للسطاد أنت تصور بنفسك دير فيديوهات ودير واش تحب.
قال لي راني عند وعدي. شكرا شكرا. مؤخرا بدات بعض الصفحات في الفيسبوك يديروا الصور، ينشروا في الصور هذه هي الصوره الاولى تاع الارضيه في هذا شهر جويليه كما قلت المعزوزي. بداوا في هذا شهر جويليه، في بدايه شهر جويليه ينشروا في واحد الصور نشوفوا فيهم الارضيه تاع ملعب تيزي وزو تدهورت. اتصلت به قلت له يا مصطفى اسكو ما زلت عند الوعد تاعك؟ قال لي راني عند الوعد تاعي. قال لي والله ما كنت نتصور ولكن الارضيه الصحراء في كارثه. قلت له كيفاش نديرو باش نجي عندك ونروح نصور الارضيه هذه؟ قال لي شوف كانني نذكر مليح كانت 5 جويليه كانت احتفالات، قال لي يوم الجمعه يفوت 5 جويليه يوم الجمعه اتصل بيا قال لي ونديرو موعد على يوم السبت تجي عندي ونروح تصور. قلت له اوكي. انتظرت يوم الجمعه الاولى ارسل لي ميساج وين يقول لي بان الارضيه صح تدهورت والملعب غلقوه وما نقدروش ندخلو باش تدخل تصور. هذا الكلام انا قلته من قبل كي كنت في بلاطوات التلفزيون، كنت نقول بانكم بان هذا الناس المشرفه على هذا العشب الطبيعي قلت لهم اذا راكم في حوله كي يلحق شهر جويلية وهذه عندي سنه وانا نهضر فيها، قلت لهم كي يلحق شهر جويلية وشهر اوت ما تغلقوش علينا الملعب كيما درتوها في ملعب ميلود في بوهران لما غلقتوه، وملعب براقي لما غلقوه نهار اللي تدهور الارضيه باش ما تتكشفش الفضائح تاعهم، يغلقوا الملعب ما يخلوا حتى واحد يدخل. كي كانوا يقولوا لي الملعب راهو في ابهى حل الملعب هذه وراهي جميله والارضيات وذي، كنت اقول لهم عندي شرط واحد في شهر جويلية وشهر اوت خلوا الاب مفتوحه، خلوا الناس تدخل وتصور، انني متاكد بلي الارضيات هذه ما راح تبقى كما راهي. المهم اليوم لحقنا امام حقيقه مره، تيزي وزو الارضيه راحت. صح. ها هو ملعب تيزي وزو الجديد ملعب حسين اي تحمد كيفاش صبحت الارضيه؟ سوينا لي جزاكم ملعب وهران الارضيه مشات. فعليك. ها هو ملعب وهران وراهم زادوا حرثوا الارضيه نتاعو. بهتيلة. ملعب براقي. فانيك. اي راهم غالقين وما يخلوش الناس تدخل باش تشوف. ملعب 5 جويليه نفس الشيء. الارضيات كلها تدهورت. سي جويليه تاع سبورنا. هذا التدهور تاع هذه الارضيات. والله لو كان يعطونا كاس افريقيا للامم باش ننظموا كاس افريقيا للامم. سواء 25 او 27. وتعرفوا احنا اللي نظمناها تتنظم في الصيف. لانه في مصر النهائي تلعب يوم 19 جويليه. شوف لو كان يعطونا كاس افريقيا باش ننظموها راح تصير لنا فضيحه اللي ما بعدهاش فضيحه اخرى. لان هذا الارضيات في الصيف ما تريزيستيش. اليوم نقول لكم لماذا؟ ما هو السبب؟ اولا رانا نعرض عليكم الصور وتشوفوا ما هو السبب. هذه الملاعب سواء براقي، ملعب 5 جويليه، ملعب تيزي وزو، ملعب وهران، هذه الملاعب خدموها بالفيبر. تعرفوا شنو بيقول فيبر؟ يعني كاين خدموا داروا طبقه تاع بلاستيك وهذا البلاستيك يديروا فوقها التربه ويزرعوا العشب. هذا هو لو فيبر، يعني العشب الهجين كيفاش يزرعوا. احنا الان في الصيف درجه الحراره تلحق 35 و40 درجه. لما تكون درجه الحراره برا 30 و40 درجه والعشبه هذيك اللي ما تقدرش تقاوم مغروسه في البلاستيك لما يسخن واش يدير؟ تولي درجه الحراره مضاعفه، تولي 70 80. وبالتالي واش يحدث؟ ان العشب في هذه الحاله ينحرق يروح ما يبقاش. على هذا العشب الطبيعي عندنا في الجزائر، هذا النوعيه تاع العشب اللي راهم يديروا فيها ما تنجحش. روح ملعب قسنطينه، انا وقت فات كنت نقول على ملعب قسنطينه وملعب القليعه اللي خدمتهم شركه وطنيه، هي الشركه اسمها لو في اس ام، جايه المقر تاعها في سيدي موسى. كنت نقول بان هذا العشب ينجح، كانوا يقولوا لي انت عندك افير مع هذو اللي خدموا هذا الملعب. واه والله صح، هذه الهول سواء تاع قسنطينه او تاع القليعه. انا اقول لكم اليوم روحوا شوفوا صوروا لنا الملعب تاع قسنطينه. هذه أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. أرضية من أروع ما يكون. رانا في الصيف درجة الحرارة عالية.
ربما كاين اللي يقول لك لان الملاعب الاخرى مغطاه وملعب قسنطينه مفتوحه على هذيك ما تدهورتش الارضيه تاعو. لا، حتى ملعب 5 جويليه مفتوح ولكن الارضيه تدهورت. لماذا؟ لان الشركه اللي خدمت ملاعب براقي وهران وتيزي وزو هي نفسها الشركه اللي خدمت الملعب نتاع 5 جويليه. اخذ اذا العشب الطبيعي الملاعب هذه قسنطينه مثلا تعبوب اللي نحييوها بالمناسبه جاب الرمال جابها من متبسه رمال وغرس فيها العشب الطبيعي. روحوا شوفوا ملعب مصطفى تشاكر شباب شوف شباب لا اكثر ولا اقل، عندي ادق التفاصيل عليها. اذا اليوم انا اقول لكم حاجه، راكم تشوفوا في الصور نتاع الملاعب هذه ملاعب وهران اللي حرثوها. ربي يحفظك، وانا في تبهديله، ربي يحفظكم انتوما، بس عادوا يبغوا تبهديله هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم خاوتي. صحيتو.